ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بعد الضجة التي أحدثتها واقعة استجواب التلميذ المتهم بتحريف النشيد الوطني ومتابعته في حالة صراح، قالت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير اليوم 32 شتنبر كلمتها الأخيرة، وذلك من خلال حفظ الملف. وحسب مصدر ماروك أخبار يومية، فإن مدير الثانوية التأهيلية السعادة بمدينة القصر الكبير والتلميذ موضوع النقاش قد التقيا في جلسة حضر فيها والد التلميذ وأطراف أخرى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم السبت المنصرم، حيث قام مدير المؤسسة باحتجاز التلميذ بمكتبه والاتصال بالشرطة بعد أن ردد النشيد الوطني بشكل خاطئ حسب شهادة المدير وزملاء التلميذ. واقتادت عناصر الشرطة التلميذ البالغ من العمر 17 سنة إلى مفوضية الشرطة ووضعه رهن الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير قبل أن يتم تسليمه لوالده. بلاغ موقع من مدير المؤسسة التعليمية جاء فيه أن استدعاء الشرطة واستجواب التلميذ يدخل في صميم عملية التوعية والتحسيس بخطورة الإخلال بالاحترام الواجب للعلم والنشيد الوطني من الناحية القانونية فضلا عن الجانب الأخلاقي. وأثارت هذه الواقعة موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أن المدير كرجل تعليم في المقام الأول كان حري به أن ينهج المقاربة التربوية عوض الأمنية. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.